مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا النهارده. وخليني ابدا معاكم. انا عارف طبعا انه يعني ضغط الماتشات مش بنلحق ناخد نفسنا، لكن هتكلم معاكم على ماتش الداخليه، وبالتاكيد في السادسه معانا هتتابعوا جزء من تمرينه النادي الاهلي النهارده، الاستعداد الاخير او اللمسات الاخيره من مارسيل كولر لمباراه الداخليه بكره، سعيا وبحثا عن 3 نقاط. امبارح طبعا مباراه سموحه وبيراميدز المستكمله، يعني بين قوسين مستكمله، انتهت لصالح بيراميدز، وبالتالي لسه في صراع على النقطه لغايه لما نستنى اعتقد يوم 12 ويوم 22 7 هيحددوا بشكل كبير جدا شكل بطوله الدوري او المنافسه على بطوله الدوري، وهل يستمر بيراميدز في منافسه الاهلي على اللقب ولا لا. لكن الحقيقه ان هكلمكم في بدايه الحلقه النهارده، وقبل ما اروح لليورو برضو اللي احداثها مش سعله، ويوم الجمعه والسبت معانا انا شايف ان هم 3 نهائيات مبكره. بس قبل ما نتكلم في اليورو، انا عايزك تسرح بخيالك كده وتتخيل معايا سابقه هتكون الاولى من نوعها منذ بدات لعبه كره القدم. الظاهره دي قد تحدث الموسم القادم. هل تتخيل عزيزي الاهلاوي ان احنا من الوارد جدا، ده سيناريو قابل جدا، نسبه حدوثه اكبر بكتير جدا من انه ما يحصلش. هل تتخيل انه الاهلي او اجنده الاهلي في الموسم القادم قد تجبره على اللعب في خمس قارات في بطولات مختلفه؟ يعني هل الموسم اللي جاي ده ممكن الاهلي يلعب؟ اكيد طبعا هيلعب في افريقيا، واكيد طبعا هيلعب في اسيا، واكيد طبعا هيلعب في امريكا الشماليه. يعني دي كلها مؤكده بنسبه 100%. افريقيا هي قارتنا الام، وبالتالي احنا هنلعب كده كده حاجات كتيره جدا على مستوى قاره افريقيا. اسيا خلاص اتعودنا، سواء على مستوى البطولات المحليه او على مستوى البطولات القاريه، وارد جدا انه القاره الاسيويه تستضيف احداث مرتبطه ب سوبر افريقي، ممكن سوبر مصري، ممكن نهائي كاس مصر، وارد كاس عالم او كاس انتركونتيننتال بمسماها الجديد، لانه مواجهه الاهلي مع العين وارده جدا سواء في القاهره او في الامارات. فبالتالي اسيا سيناريو قابل جدا جدا وبنسبه 100% انه الاهلي يلعب في قاره اسيا. امريكا الشماليه اكيد طبعا، لانه الاهلي هيلعب في نسخه كاس العالم بشكلها الجديد، فبالتالي انت عندك 3 قارات دول اكيد. امتى ممكن الاهلي يلعب في امريكا الجنوبيه ويلعب في اوروبا؟ ده مرتبط بمشوار الاهلي في كاس الانتركونتيننتال او بطوله الانتركونتيننتال اللي هي بطوله ابطال القارات البديله او المستحدثه كبديل لبطوله كاس العالم بشكله التقليدي. لانك انت لو تخطيت، هرجعكم بالذاكره كده، افترض ان اوكلاند هيكون فيه قرعه، اما هيلعب الاهلي او هيلعب العين الاماراتي. لو لعب الاهلي هيلعبه في القاهره، وبالتالي الاهلي بعد كده هيسافر يلعب العين، والعكس الصحيح، لو لعب العين في الامارات الكسبان منهم هيجي يلعب الاهلي هنا في القاهره. ثم يتبقى جولتين، عندنا بطل امريكا الجنوبيه مع بطل امريكا الشماليه او الكونكاكاف، الفايز منهم يلعب في الحاله دي ان شاء الله، لو كان الاهلي هو الفايز، يلعب الاهلي على ملعب محايد وارد جدا يكون في امريكا الجنوبيه، وبطل اوروبا ينتظر الفايز في النهايه في ارض، في ايضا ملعب محايد ممكن جدا جدا يكون في اوروبا. فبالتالي انت بتتكلم على مشاركه نادي في سابقه قد تكون الاولى، لا هي مش قد تكون، هي اكيد، ما اعتقدش انه في فريق على سطح الكوكب لعب قبل كده مباريات وبطولات رسميه في ال5 قارات في موسم واحد. فدي ممكن تكون او يكون سيناريو قابل للحدوث الموسم القادم. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، تعالوا عشان انا بشغل نفسي قوي بالحسابات، مش عايز اشغل نفسي لوحدي الحقيقه، عايز كمان اشغلكم معايا عشان نبص لاجنده النادي الاهلي السنه الجايه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. واركن شويه البطولات المحليه على جنب، يعني النهارده معانا كلام طبعا على تصور لشكل بطوله الدوري في الموسم اللي جاي، ومش عارفين هل هو سيناريو قابل للموافقه عليه، هل ممكن يكون حل من او مخرج من الازمه اللي احنا عايشينها بقالنا 5 مواسم، فكره تلاحم المواسم وامتداد الموسم لتقريبا، يعني كل موسم بيسلم الموسم اللي بعد منه. لكن في النهايه مش قصتنا دلوقتي، تعالى نشوف مع حضراتكم كده او نستعرض الاهلي عنده السنه الجايه مش كام بطوله، عنده كم مباراة بره أجندته المحلية، يعني الأهلي هيلعب كم مباراة محتملة في الموسم القادم بره الأجندة المحلية. ومش بس كده، عايز أقف معاك كمان في نقطة في منتهى الأهمية،
المباريات المحتمله دي في مشاركته في البطولات المختلفه. والنهارده الاتحاد الافريقي اعلن انه بطوله السوبر ليج او الدوري الافريقي، سميها زي ما تسميها، اللي بدات نسختها الاولى السنه اللي فاتت اللي فاز بيها طبعا سان داونز، واللي كان متوقع انها يعني ما يعني التجربه ما كانتش ناجحه قوي، كانت صعبه جدا، كل الفرق اشتكت منها، فكان متوقع ان البطوله دي تكون في طي النسيان. لكن النهارده الاتحاد الافريقي اعلن ان البطوله دي هتستمر الموسم القادم، البطوله بتاعه الدوري الافريقي هتتلعب الموسم القادم، على اقل تقدير هتتلعب بنفس الشكل اللي اتلعبت بيه ان لم يكن هناك زياده في عدد الانديه المشاركه. السنه اللي فاتت البطوله دي اتلعبت بثمان انديه، فخلينا نقول على سبيل المثال ان البطوله السنه دي مش هيزيد فيها عدد الانديه المشاركه. طبعا ده موقع افريكان فوتبول ليج، الكلام طبعا على انه ان هم بيستعدوا، يعني هم ما اعلنوش على الشكل او التفاصيل الخاصه، لكن هم شغالين او بيشتغلوا على تفاصيل النسخه القادمه من دوري السوبر الافريقي. We'll be back soon with updates، يعني هنرجع لكم قريبا جدا بالتفاصيل. فهي القصة، خلينا نقول بس هي مش قصتي دلوقتي دوري السوبر، يعني في كل البطولات والألقاب دي أيا كان شكلها، أعتقد أنه إدارة الأهلي ممكن تبقى حريصة على المشاركة فيها لأنه عوائدها المادية كبيرة جدا في مشوار يعتبر إلى حد ما قصير. ففي النهاية أنت بتتكلم على 8 أندية هيشاركوا، خلينا نحسب على هذا الأساس. واحد عندك بطولة سوبر إفريقي، بطل دوري أبطال الأهلي في مواجهة بطل الكونفدرالية الزمالك، ودي غالبا هتكون اول رحلات الموسم القادم، وانا قلت لكم واكدت لكم من ساعه لما كان في كلام على ان المباراه دي هتتلعب في نهايه شهر يونيو اللي خلص ده، قلت لكم انه بنسبه 99% المباراه في سبتمبر وقد كان. فمباراه السوبر الافريقي هتكون اول رحلات النادي الاهلي الموسم القادم. عندك بعد كده دوري السوبر، ده مفترض فيه ان شاء الله لو الاهلي خد المشوار كله او وصل للمباراه النهائيه، ده معناه انه عندك كمان 6 مباريات معاهم 3 رحلات خارجيه. ثم عندك ماتشات كاس السوبر المصري اللي اتلعبت بشكلها الجديد، فبتتكلم عن رحله خارجيه ومباراتين ايضا بالاضافه لمباراتين زياده. عندك كاس الانتركونتيننتال، ودي اعتقد انه الاهلي ممكن يوصل فيها لثلاث مباريات قابلين للزياده. 3 مباريات ممكن جدا يكونوا بثلاث رحلات خارجيه. ثم عندك كاس العالم للانديه بشكلها الجديد، فبالتالي بتتكلم على رحله خارجيه هيلعب فيها الاهلي على اقل تقدير 3 مباريات. يعني يقتصر او حسابي يقتصر على بس مشاركه الاهلي في دور المجموعات، ممكن جدا جدا عدد المباريات يزيد حسب مشوار الاهلي وهكذا نتمنى. عندك كمان 14 مباراه في دوري ابطال افريقيا وصولا للمحطه الاخيره، يتخللهم 7 رحلات خارجيه. فبالتالي انت بتتكلم على عدد 30 مباراه بس اجنده الاهلي في البطولات القاريه او العالميه، يصل ل 30 مباراه يتخللهم 17 رحلة خارج البلاد من الممكن أنه يجوف فيها فريق النادي الأهلي الخمس قارات في موسم هيبدأ تقريبا كمان شهرين. في موسم هيبدأ تقريبا فعليا كمان شهرين من النهاردة. انسى بقى قصة كاس أمم أفريقيا، وانسى تصفيات كاس العالم، وانسى مباريات الدوري، وانسى مباريات الكاس، فانت بتتكلم على سيناريو يكاد يكون مستحيل. اعتقد انه هي مش قصه بس ان احنا نخلص دوري بدري او نقلل عدد الماتشات في الدوري، احنا بنتكلم على انه الموسم ده، وانت بتتكلم على الاهلي، خلينا نبقى متفقين وصراحه، يعني ده لا في اطار العند ولا في اطار الاهلي هو المنتخب. يعني الاهلي هو المنتخب، كان الاهلي كويس منتخبنا بيبقى كويس. قوام الاعظم للعيبه الاكثر خبره، اللعيبه الاكثر احتكاكا، اللعيبه الاكثر خوضا لمباريات على مستوى كبير هي لعيبه النادي الاهلي. بره النادي الاهلي ما فيش لعيب بيتعرض لهذا الكم الكبير جدا من الضغوط، كل لعيب بيلعب كم مباراه في الموسم، وايه نوع المنافسه او المنافس اللي هو بيواجهه، ايه نوع الضغوط الجماهيريه اللي بتحط تحتها في ملاعب في افريقيا او في كاس العالم زي ما بنشوف لعيبه النادي الاهلي، وازاي بيقدر يتعامل معاها، ايه اللعيب اللي عنده خبره الاحتكاك بالمواقف الصعبه، ايه اللعيب اللي عنده خبره مواجهه الاسماء الكبيره، النجوم الكبيره، الفرق الاعلى من ناحيه القيمه التسويقيه غير في النادي الاهلي. فهي هو الموسم مش بس شاق وصعب على النادي الاهلي، لكن كمان شاق وصعب على
منتخب مصر وهو رايح كاس عالم. خد بالك الموسم اللي جاي هو الموسم الاخير قبل الذهاب الى كاس العالم. اللي بيحصل ده يعني لو في حد قرر في يوم من الايام انه يعمل عمليه استنزاف ممنهج، يعني قعد كده فكر وجاب مجموعه من الخبراء والمحللين الفنيين والمرتبطين بفكره الاحمال البدنيه وقال لك انا عايز احط خطه استنزف بيها قدرات اللاعب المصري قبل ما نوصل او قبل ما يروح كاس العالم 2026، حطوا لي خطه. في الحقيقه مش هنحط خطه افضل ولا اروع من اللي احنا بنعمله بقالنا سنين وسنين طويله جدا واحنا مش مدركين ان اللعيبه في النهايه بشر. وده اللي اتكلم عليه كولر في الحقيقه بالمناسبه، مع بيقول لك انا اللي بيحصل عندكم ده ما شفتوش بيحصل في اي حته في العالم. على كل الاحوال لكل مقام مقال، بس انا يعني الحقيقه لفتت نظري الارقام والاحصائيه فقلت ايه اطرحها على حضراتكم بدري بدري واحنا بنتكلم على شهرين. انا مش عارف طبعا مفيش مخرج، يعني مش هل ممكن تزيد عدد قوائم الانديه؟ طب والانديه الصغيره هتعمل ايه؟ ده الانديه مش قادره وبتعاني مع قائمه فيها 30 لعيب. هل نزود عدد المحترفين؟ ده احنا المحترفين عندنا مشكله كبيره جدا، بنحاول نقلل عددهم لانه لا منهم فايده فنيه وفي نفس الوقت يعني تكلفتهم علينا بقت اضعاف مضاعفه. فبالتالي القصه هنا مش عارف، يعني مش عارف هل تفتح عدد المحترفين توصلهم 8 و10 زي ما مثلا عاملين، بس امكانياتهم في الخليج تسمح لهم بده، امكانياتهم في اوروبا تسمح لهم بده، لكن التجربه عندنا تبقى صعبه جدا وقاسيه جدا على ميزانيات انديه معظمها يعني ان لم يكن جامعها باستثناء النادي الاهلي لا يحقق اي مردود مادي من رياضه كره القدم. يعني الكره واقفه عليهم بخساره، مديونيات، قضايا، مشاكل سداد مستحقات لاعبين، عدم قدره على توفير المصادر الدولاريه. فبالتالي لما تيجي تقول له زود لي عدد المحترفين يقول لك منين هو انا قادر اكفي اللي عندي؟ فالحقيقه الموضوع بقى صعب جدا جدا. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا النهارده، طبعا الاهلي والداخليه وتمرينه الاهلي وتحضيراته هتكون معانا في السادسه على مدار الحلقه، لكن خليني ابدا معاكم ببدايه اليورو الحقيقيه. يعني هي اليورو الحقيقه انا استمتعت بيها جدا السنه دي، يعني دايما بشوف الادوار التمهيديه لكل البطولات الكبيره بتبقى في بعض الاوقات سخيفه وممله وممكن تطلع من كل 3 4 ماتشات بماتش، لكن اليورو السنه دي كانت مولعه نار الحقيقه من بدايتها. لكن ده ما يمنعش ان الجمعه والسبت هيكون ميعاد مع من وجهه نظري 3 ماتشات ممكن يكونوا نهائي مبكر، وتعالوا نستعرض مع حضراتكم ماتشات او نتائج ماتشات امبارح ونشوف مواجهات الدور الثمانية الرهيبة اللي هتبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت. امبارح طبعا هولندا قدرت انها تكسب رومانيا بنتيجة 3-0، وتركيا تجاوزت النمسا اللي كنت بشوفها الحقيقة الحصان الأسود للبطولة بنتيجة 2-1. وده معناه انه الثمان أبطال اللي بينافسوا على اللقب لو المستمرين في مشوار اليورو 24 هيكونوا على ميعاد يوم الجمعة والسبت مع لقاءات دور الثمانية. عندنا نهائي مبكر، واعتقد ان اللي هيفوز في المباراه دي فرصه كبيره جدا جدا في الوصول للمباراه النهائيه. اسبانيا في مواجهه المانيا، مباراه هتكون يوم الجمعه الساعه 7 بتوقيتنا في القاهره، ويليها مباراه اخرى من العيار الثقيل. يعني لو عندك ارتباطات، عندك خروجات، عندك مناسبات، حاول تفكك منها لانه انت معادك من 7 ل 12 معاك يعني جوله قبل نهائي على اعلى مستوى. البرتغال في مواجهه فرنسا هيكون توقيتها الساعه 10 بتوقيتنا هنا في القاهرة. وفي ظني طبعا كرة القدم ما فيهاش توقعات، بس أنا بشوف إنه من الأربع منتخبات دول خلينا نحطهم بالترتيب كده، هم ترتيبهم الحقيقة إسبانيا، ألمانيا، فرنسا والبرتغال، لكن الأربع منتخبات الحقيقة يستاهل واحد منهم إنه يكون موجود في النهائي. وبشوف إنه القرعة والترتيب ظلمهم بشكل كبير جدا عشان الناحية دي مختلفة تماما عن الناحية التانية. لا يقلل طبعا من قوة المواجهات، لكن بشوف انه طريق انجلترا اعتقد مفروش بالورود. هولندا مش هي هولندا، هولندا هتواجه تركيا يوم السبت الساعة 7 بتوقيتنا في القاهرة، وانجلترا هتواجه سويسرا الساعة 10 بتوقيتنا في القاهرة. اعتقد انه انجلترا وهولندا الأقرب للدور قبل النهائي، اسبانيا وفرنسا الأقرب أيضا للدور قبل النهائي، وده شكل مواجهات دور الثمانية في بطولة اليورو. نروح للكوبا، كوبا أمريكا، ونبدأ مع حضراتكم بالنتائج. برازيل في مواجهة كولومبيا، مباراة كانت من العيار الثقيل الحقيقة، ولكن نتيجتها لا تعبر عن مستوى الفرقتين، وخصوصا البرازيل الحقيقة اللي بدأت البطولة بمنتهى القوة. المباراة انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1. ثم عندنا كوستاريكا وباراجواي، المباراة انتهت لصالح كوستاريكا بنتيجة 2-1.
نروح لمباريات الدور ربع النهائي. عندنا الأرجنتين في مواجهة الإكوادور، والبرازيل في مواجهة الأوروغواي، والمباراة دي هتكون مباراة نارية وخارج التوقعات. يعني طبعا اللي مش متابع البطولة هيقولك طبعا البرازيل، بس أنا بقولك نسخة الأوروغواي دي مختلفة جدا، والمباراة دي هتكون قوية ونتيجتها غالبا هتكون غير متوقعة. عندنا كمان فنزويلا في مواجهة كندا، وعندنا كولومبيا في مواجهة بنما. ده شكل الربع النهائي في البطولة، وأعتقد طبعا أنه وارد جدا يكون نهائي كلاسيكي بين البرازيل والأرجنتين. أخبار الأهلي كل التفاصيل في السادسة معانا في الحلقة، لكن بعد الفاصل أخبارنا في الأهلي نيوز روم. هو الحقيقة يعني تقدر تقول كده أنه منتخب مصر بيدفع ضريبة حالة الفوضى اللي احنا عايشينها، يعني أو سوء التخطيط. يعني مش هقول بلاش الفوضى، لكن يعني لو احنا حطينا ايدينا على المشكلة من بدري وعالجناها بدري وبصينا لمصلحة الجميع، لأنه خلينا نتفق إنه الكل خسران. يعني الأجهزة الفنية خسرانة، الأندية واللاعبين خسرانين، الجمهور الحقيقة كمان ما بقاش مستمتع بكرة قد ما هو عايش كل يوم. حتى الناس اللي عايشة على السوشيال ميديا العالم الافتراضي أو العالم الموازي ده، أنا بيتهيألي إن هم ما بقوش بيتكلموا في الكورة أكتر ما بيتكلموا مين صح ومين غلط، والأزمة دي حلها إيه، والأزمة دي مين سببها، والأزمة دي اللي إحنا ما نعرفهاش حصلت ليه أساسا وخلصت على إيه. الناس ما بقتش يعني 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 الكورة ما بقتش كورة، الكورة بقت حالة صراع وحالة مشاكل، وكل متربص في حالة تربص، الكل متربص ببعض، والكل بيحاول يبعد اي شبهه او اي مسؤوليه لاي مشكله بتحصل انه هو ملوش علاقه بيها، ويحاول يصدر المشكله والازمه لاي طرف تاني، كان جهه مسؤوله، كان جهه تنظيميه، كان نادي منافس، كان جهاز فني، كان لاعب. احنا حابين قوي حاله الصراع دي غالبا ومستمتعين بيها لدرجه ان احنا نسينا ان احنا بنحب الكره نفسها. على كل الاحوال ليه بقول كده؟ لانه لو الدنيا ماشيه في اطارها الطبيعي، ما اعتقدش ان روجيرو ميكالي النهارده كان هيواجه اي مشكله. يعني كان هيبقى الموسم منتهي، الانديه مخلصه زي العالم كله، زي العالم كله، بل انه في انديه كانت ممكن تبقى بدء معسكر اعداد او فتره تحضير للموسم الجديد. فبالتالي ما كانش هيبقى في حساسيه الاستغناء عن اللاعبين في مراحل حاسمه من مسابقه بطوله الدوري. انت عندك تحديدا بتكلم على الاهلي وعلى بيراميدز، والاثنين عندهم مواجهتين في منتهى الاهميه غالبا هيحددوا اتجاه درع البطوله. يعني الاهلي حسابيا حتى لو الماتشين دول خلصوا تعادل، الاهلي حسابيا ممكن يحسم لقب البطوله ان شاء الله باذن الله بشكل كبير. لكن فكره توقيت السفر، اجنده المنتخب الاولمبي مع وتعارض المعسكر نمره واحد، توقيت السفر نمره اثنين، بدايه بطوله الالعاب الاولمبيه نمره ثلاثه، مع توقيت المواجهتين دول، حطت روجيرو ميكالي في ازمه. واحد او ازمتين، نمره واحد انت عندك اوريدي لعيبه تحت السن، لعيبه منتخب اولمبي في الاهلي وفي بيراميدز. يعني عندك محمود صابر في بيراميدز، عندك ابراهيم عادل في بيراميدز، عندك احمد نبيل كوكا في الاهلي، عندك كريم الدبيس في الاهلي، عندك حمزه علاء في الاهلي، دول اساسا لعيبه منتخب اولمبي. سيبك من اللعيبه فوق السن دلوقتي، هجيلهم بعدين. عندك محمود صابر كمان ما عندوش مشاركه في اول مباراتين في الاولمبياد، يعني اعتقد كان في مباراه امم افريقيا اللي هي بتاهل للبطوله الفاينل كان خد كارت احمر، فبالتالي ومش فاهم طبعا اللوجيك ايه، دي قصه ودي قصه، يعني دي مراحل تاهيليه ودي البطوله نفسها، ليه الكروت الصفراء والكروت الحمراء تستمر الاولمبياد؟ لكن مش دي قصتنا يعني، ولا احنا هنقدر نغير فيها حاجه. لكن في النهايه دول لعيبه منتخب اولمبي. روجيرو ميكالي عايز يبدأ المعسكر يوم 5، عايز يبدأ معسكر منتخب الأولمبي يوم 5، فيستدعي كل اللاعبين اللي موجودين على قوائم المنتخب الأولمبي يوم 5 يخشوا المعسكر ويسافر، يسيب مصر. هم هيسافروا إن شاء الله فرنسا على طيارة خاصة، الرحلة بتاعتهم يوم 13، هيسافروا يوم 13، أول ماتش عندنا يوم 24. ده بديكم كده بالتواريخ قصة منتخب مصر الأولمبي، 5 معسكر، 13 سفر، 24 بداية مشوار إن شاء الله الأولمبياد. طيب القصة إنه إذا كان السفر يوم 13 والمنتخب هيبدأ يوم 5 المعسكر، ففي مباراة مهمة جدا 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 يوم 12 بين الأهلي وبيراميدز
مباراة تأثر بشكل كبير جدا نتيجتها في شكل الصراع على الدوري، وبالتالي في فكرة تحفظ على بداية المعسكر مبكرا. يعني ناس بتقول لك ليه بدري كده، احنا عندنا ماتش مهم جدا يوم 12، ده الراجل هيسافر يوم 13. انا لسه ما جاتلكش في قصة اللعيبة اللي فوق السن. اللعيبة اللي فوق السن لغاية النهاردة روجيرو ميكالي ما عندوش غير احمد زيزو، احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، ودي قصه تانية برضو لازم 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 يعني لازم نسال فيها ونجاوب، يعني نجاوب عليها. انت بتتكلم على ثلاث لعيبه فوق السن، هو راح بعد كده كان طلب طبعا امام عاشور ومحمد عبد المنعم من النادي الاهلي، ونادي الاهلي قال او تمسك بيهم زي ما اغلب لاعبتنا المحترفين في الخارج، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، برضو انديتهم تمسكت بيهم. حتى لما طرح اسم حمدي فتحي الوكره رفض وقال لك لا احنا متمسكين ببقاء حمدي فتحي معانا، فبالتالي حتى ملف حمدي فتحي اتقفل. لكن هو السؤال هنا، هل روجيرو ميكالي حمدي طبعا يعني لعيب كان يمثل اضافه كبيره جدا، لكن الوكره رفض حقه طبعا، لانه ماتشات الاولمبيات او الالعاب الاولمبيه مش تبع اجنده الفيفا، فبالتالي كل نادي بيدور على مصلحته، وعندهم طبعا بدايه فتره اعداد للموسم الجديد، فعايزين حمدي يكون موجود معاهم في فتره الاعداد، زي بالظبط ترابازونسبور وزي نونت وزي ليفربول ما اعلنوا مواقفهم من انضمام لاعبتهم المصريين لمنتخب مصر الاولمبي، فبالتالي ما تقدرش تتكلم. طب السؤال بقى هنا اللي انا بساله، لما تبقى محتاج ثلاث عناصر فقط لا غير، ثلاث عناصر فقط لا غير من اللعيبه المصريه فوق السن، يعني بيلعبوا في مرحله فوق سن المنتخب الاولمبي، هل الدوري المصري ده كله، هل كل اللعيبه اللي موجوده في مصر دي ما فيهاش عنصرين؟ يعني لو خلصنا من انه في احمد سيد زيزو فانت محتاج اسمين تانيين، ما فيش اسمين اتنين لعيبه اقنعوا روجيرو ميكالي ان هو يكمل بيهم او يضيف بيهم قائمه المنتخب الاولمبي؟ اتنين بس؟ هل الدايره للدرجه دي ضيقه جدا انه ما فيش كواليتي لفت في الدوري الممتاز، في انديه الدوري الممتاز، في اللعيبه اللي بتتقاضى ملايين، او حتى اللعيبه اللي ممكن تكون بتلعب مع منتخب مصر الاول، مفيش حد لفت نظر روجيرو ميكالي انه اللعيبه دي او الاثنين دول بس ممكن يضيفوا المنتخب مصر الاولمبي؟ ده سؤال تاني برضو محتاجين اجابه روجيرو ميكالي نمره واحد عليه، ومحتاجين احنا كمان نجاوب عليه. هل الكواليتي اللي بيفرزه، يعني انا بلعب بطوله الدوري دي عشان كل سنه او كل موسم اطلع ب سيدي 3 4 لعيبه يلفتوا الانظار، يكسروا الدنيا، الناس كلها تتفق انه الدوري السنه دي افرز ثلاث لعيبه قدموا مستوى اكتر من رائع. مفيش حد لفت النظر للدرجه دي، هل فعلا في ازمه في كواليتي اللاعب المصري؟ دي قصه الحقيقه برضو علامه استفهام كبيره جدا. اروح معاكم للتصور، وده اللي احنا كنا اتكلمنا فيه من موسمين تقريبا، فكره الدوري البلجيكي، او كنت ساعتها اتكلمت مع حضراتكم انه الدوري البلجيكي بيعمل النظام ده، وبعض دوريات العالم مش بس الدوري البلجيكي، يعني في تونس اعتقد عملوا ده السنه اللي فاتت او الموسم الاخير. يعني فكره انه 18 نادي انت مش قادر تقلل عدد الانديه، انت نمره واحد مش مدرك لكم البطولات اللي ممكن تزيد. بالمناسبه وانا بحسب لكم الحسبه، في احتماليه كمان انه يبقى في بطوله جديده مستحدثه السنة الجاية، أو هي مش مستحدثة، هي بطولة قديمة هترجع أو تظهر للنور مرة تانية، وهي بطولة الأفرو أسيوية، بطل دوري أبطال إفريقيا بيلعب بطل دوري أبطال آسيا، ممكن جدا جدا نشهد عودتها مرة تانية للصورة بداية من الموسم اللي جاي، لكن ما علينا، مفيش حاجة رسمي أعلنت لغاية النهاردة، فبالتالي هي بره الحسابات يعني. اللي إحنا مش واخدين بالنا منه بشكل كبير في مصر انه عدد المسابقات والبطولات بقى بيزيد، وبالتالي عدد المباريات اللي بتلعبها الفرق بقى بيزيد، وعدد المباريات اللي بيلعبها المنتخبات بقى بيزيد كل سنه. فبالتالي انت بتيجي مثلا تقول بطوله السوبر بدل ما هو بطل دوري وكاس، لا انا باخد مش عارف اول وتاني الدوري وبطل ووصيف الكاس العب معاهم بطوله مجمعه. بطولة الاتحاد الافريقي يجي يقول لك انا هعمل بطولة اسمها بطولة الدوري السوبر، الفيفا يجي يقول لك انا بطولة كاس العالم دي مش هعملها بالشكل ده، انا هعمل بطولة شبه بطولة كاس العالم للمنتخبات، طب وبطولة كاس العالم دي لا هخليها انتر كونتيننت. فكل سنة او كل موسم عدد المباريات والاجندات والارتباطات بتزيد بشكل كبير، وانت عندك هنا في مصر
يعني انديه ابطال يعني 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 صحيح الاهلي هو اللي بيكسب البطولات في النهايه وهو اللي بيوصل للمنصه، لكن ده ما يمنعش انه وارد جدا الزمالك يكون في زي ما خد مثلا الكونفدراليه السنه اللي فاتت، في مواسم قبل كده بيراميدز وصل لنهائي الكونفدراليه مره واثنين، مودرن ممكن يدخل في البطوله يحاول ينافس. فبالتالي عندك انديه اقصد اقول بتسعى لتحقيق القاب، مش انديه بتشارك عشان التمثيل المشرف. ونفس الحال ينطبق على منتخبات مصر، لما بتلعب بطوله امم افريقيا او بتلعب تصفيات كاس العالم انت عينك على منصه تتويج. فبالتالي يعني لازم يبقى في نظره مختلفه شويه للبطولات المحليه، هي مش قصه موسم يعدي والسلام، لانه حتى لو انت عديت الموسم ده برضو الاجنده هتفضل كل سنه بتزيد، وبالتالي مش هتحل اصل المشكله، انت هتبقى بتعمل مسكن بس او مرحله انتقاليه، لكن المشكله ممكن تبقى مستمره بعد كده. فكره انك انت تلعب دوري من 18 فريق، وهي الفكره بالمناسبه انا مش ضد، هي الفكره الاقرب في ظل الظروف والمعطيات الحاليه، فكره انك تلعب دوري 18 فريق يلعبوا كلهم من دور واحد، رغم طبعا بين قوسين كده ان انا هقول ان مش هيبقى فيها عداله او تكافؤ فرص، خلينا نسميها تكافؤ فرص. ليه؟ لانه فريق زي الاهلي مثلا او اي فريق من ال 17 فريق من 18 فريق، كل فريق فيهم هيلعب 17 مباراه، منهم 8 على ارضه ومنهم 9 خارج ارضه او العكس يعني. فعلى اي اساس هتحدد مين هيلعب بره ومين هيلعب جوه؟ وانت عارف ان في ماتشات انا كاهلي لما بلعب في المحله بره بيبقى ماتش صعب عليا، انا كاهلي لما بلعب في ملاعب معينه بيبقى ماتشات صعب عليا. فبالتالي مين هتديله الافضليه في انه يلعب مع الفرق اللي بتبقى شويه صعبه على ملعبها في الجوله الاولى خارج الارض، ومين الفريق الثاني اللي هيلعب على ارضه؟ هنا في خلل شويه في قصه تكافؤ الفرص. ما علينا، بس مش هنخش في القصه دي ولو انها واحده من الحاجات اللي بتؤدي لكثير من الانديه لرفض الفكره. ونفس الامر ينطبق على من وجهه نظر الفرق اللي الى حد ما بتصارع، يعني بتخش في مرحله الصراع. هتلاعبني الاهلي في الدور الاول، هتجيبه لي على ارضي ولا هروح العب مع الاهلي على ارضه؟ هتجيب لي الزمالك في ملعبي ولا هروح العب على ملعبه؟ هتفرق بالنسبه له كتير جدا، انه ياخد بونت او 3 بونت من الاهلي دي بالنسبه له قصه كبيره جدا. بعد الدور الاول ما ينتهي 17 او 18 نادي كل واحد منهم يلعب 17 مباراه، نشوف جدول الترتيب. هيبقى عندنا ال 10 الاوائل دول هيلعبوا دوري تاني لوحدهم، والثمانيه اللي تحت هيلعبوا دوري تاني لوحدهم. الثمانيه اللي تحت يتحدد على اساسهم اللي هيكونوا في اخر الجدول ينزلوا، وال 10 الاولانيين اللي هيكملوا البطوله هيلعبوا على تحديد البطل. دي قصة أو شكل البطولة. السؤال اللي أنا بس بالنسبة لي مش واضح هنا يعني، أو اللي حط التصور ما وضحوش، هل النتيجة بتاعة الدور الأول هتحتسب يعني اسمها إزاي؟ اسمها إيه؟ يعني تراكمياً؟ يعني اقصد اقول ايه، انه لما العشرة يطلعوا في الدور الثاني او المرحله الثانيه من الدوري هيبقى معاهم رصيدهم اللي خدوه من الدور الاول او ال 17 مواجهه الاولى، ولا بنبدا بطوله جديده؟ دي نقطه برضو لازم توضح للناس، هل هيبقى اكيميليتيف يعني تراكمي، ولا هنبدا بطوله من اول وجديد؟ دي قصه الدوري. طيب خلينا نروح، بما انه زميلنا فاروق صلاح جاهز معانا في نادي الاهلي، تعالوا نروح ل الاهلي في الجزيره ونروح لملعب مختار التتش، نتابع لقطات من تمرينه الاهلي النهارده ونتعرف من زميلنا فاروق صلاح على اخر اخبار ومستجدات الاهلي. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا وقت للراحه، ما فيش وقت، يعني 48 ساعه الفريق بيدخل مباراة تانية بعد الفوز طبعا على فريق طلائع الجيش في المباراة الماضية على ملعب واستاد الكلية الحربية. عندنا مواجهة صعبة جدا أمام فريق الداخلية، مواجهة تانية بتتكرر بتبقى مكررة مع فريق الداخلية في الفترة الأخيرة. الفريق طبعا يا أحمد استأنف تدريباته بالأمس بعد مباراة طلائع الجيش بدون راحة، والنهاردة الفريق يعني بيؤدي تدريبه الأخير وبيختتم تدريباته على استاد وملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق لمواجهة فريق الداخلية غدا على استاد القاهرة
في تمام الساعه 7 باذن الله في مباراه نتمنى فيها التوفيق لفريق النادي الاهلي. مهم جدا طبعا يا احمد زي ما انت عارف الثلاث نقاط في هذه المباريات، لكن بيبقى ممتع شويه للجمهور وبالنسبه لنا لما بيبقى اداء ونتيجه زي ما شفنا في المباراه الاخيره امام طلائع الجيش. نتمنى استمرار الاداء، استمرار النتيجه، ونحقق فوز غدا باذن الله على فريق الداخليه. طيب اطمن منك، يعني هل في جديد فيما يتعلق بعمر كمال، فيما يتعلق ببيرسي تاو؟ هل ممكن مباراه الداخليه بكره تشهد عوده واحد من الاسمين، ولا الاثنين ما زالوا بعيدين عن الصوره؟ يعني يا احمد خليني احسم معاك بعض الامور. بالنسبه لبيرسي تاو هو خارج تماما، خارج مباراه الداخليه القادمه، واعتقد بنسبه كبيره كمان يكون خارج مباراه طلائع الجيش ايضا التاليه. لو تقدر تتكلم على بيرسي تاو يكون موجود ان شاء الله في مباراه بيراميدز. بيرسي تاو في مرحله التاهيل الاخيره حتى الان، يعني ما بداش اي جزء او ياخد اجزاء من المران الجماعي، في مرحله التاهيل الاخيره الخاصه ببيرسي تاو اللي نتمنى له العوده سريعا ان شاء الله. ولكن طبعا انت عارف الجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد جاب الله المستر مارسيل كولر ما بيستعجلش خالص على اي احد من اللاعبين في الدفع بيه في هذه المواجهات. بالنسبه طبعا لعمر كمال بالامس طبعا شارك في المران الجماعي بالكامل، النهارده ايضا بيشارك في المران الجماعي بالكامل من البدايه، يتحسم امر دخوله لقائمه المباراه عقب المران اليوم طبعا اللي من خلاله يقدر مستر مارسيل كولر ان هو يحسم هذا الامر. لكن في نقطه مهمه جدا زميلي احمد خليني اكد لك عليها، وهي بالنسبه لمستر مارسيل كولر، يعني ما عندوش اي استعجال خالص في الدفع باي لاعبين او دخول لعيب في القائمه عائد من الاصابه، نظرا ان في عناصر يعني الوقت محتاجها مستر مارسيل كولر او احتاجها فريق النادي الاهلي ظهرت بشكل مميز جدا، زي خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن، وايضا كريم فؤاد في مركز الظهير الايسر، عوده كريم نيدفيد في خط الوسط مع عمرو السوليه، طاهر وتالقه في الفتره الاخيره. الامور دي مديه اريحيه اكتر لمستر مارسيل كولر في عدم الاستعجال بالدفع باي من اللاعبين. من الممكن ان يكون عمر كمال يكون موجود في القائمه يعني عقب المران اليوم، لكن باكد ان المستر كولر مش مستعجل. من الامور المهمه جدا يا احمد ايضا اللي انا لمسها من التدريب اللاعب محمد كريستو. كريستو بيظهر بشكل مميز جدا في تدريبات النادي الاهلي، خاصة تدريب اليوم وتدريب الامس او التدريبات الاخيرة. من المتوقع يعني او المنتظر بنسبة كبيرة ان كريستو يكون في قائمة النادي الاهلي لمباراة الغد باذن الله مواجهة فريق الداخلية. انت عارف يعني واحد ايضا من العناصر اللي كلنا طبعا او اللاعبين او الجماهير مستنية برضو ان هو كريستو يكون اضافة قوية جدا لفريق النادي الاهلي، شافه بيظهر بشكل مميز جدا. مستر كولر كلامه كله مع اللاعبين، ما عندناش رفاهية لاهدار اي نقطة من النقاط، بتشتغل يا احمد على تفاصيل بسيطة جدا، يعني فريق الداخلية مواجهتك بتتكرر في وقت وزمن قصير جدا، وبالتالي تقدر تقول الكتاب مفتوح بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن مستر كولر اتفرج على المباراه الاخيره طبعا اللي جمعت ما بين الفريقين، قال ان في اخطاء احنا وقعنا فيها، اتكلم فيها النهارده مع اللاعبين، طالب يعني بالتركيز ان فريق الداخليه ما عندوش حاجه يبكي عليها، خاصه ان هو بيتزايل جدول الترتيب، ولكن النادي الاهلي هو اللي عنده يعني الضغوط اكتر، اللي عنده الصعوبه اكتر، ان انت ما عندكش اي رفاهيه تفقد النقاط. النهارده احمد برده عايز اطمنك على علي معلول اللي بيظهر النهارده في تدريب طبعا التدريب النادي الاهلي، يعني واداء البرنامج التاهيل الخاص بعلي معلول. الدكتور احمد جاب الله بيبشرنا بعلي معلول ان شاء الله يعني بفتره، يعني الامور الطبيه او الامور اللي بتتم في البرنامج التاهيلي بتسير بشكل مميز جدا لعلي معلول. اعتقد ان شاء الله علي معلول يعني عودته تبقى تكون سريعه وقويه للنادي الاهلي، وعودته اضافه طبعا قويه جدا للنادي الاهلي. طبعا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح، كل طبعا يعني كل اخبار الاهلي بشكل وافي كما تعودنا منك دائما، وان شاء الله باذن الله مباراه بكره اعتقد يمكن تختلف شويه من ناحيه الدوافع، يعني مباراه الداخليه الاخرانيه كانت الى حد كبير الداخليه بيلعبها تحت ضغط حسابات النقاط، الداخليه اعتقد حساباته دلوقتي بقى اصبحت اقرب الى الهبوط، وبالتالي بكره جيم بالنسبه لهم شو اكتر منه يعني حسابات نقاط، يعني فكره البقاء في البطوله بالنسبه لهم بقت تكاد تكون تقريبا شبه معدومه، وبالتالي كل لعيب بكره هيسعى ان هو يقدم افضل ما عنده، يعمل الشو اللي ممكن يسمح له بانه يتلقى عروض، وبالتالي سيناريو مختلف شويه، لكن اللي يهمنا في النهايه زي ما قال فاروق الثلاث نقاط. عندي اخبار شويه عن امم افريقيا، وعندي اخبار كمان عن اليورو، لكن هاجلها شويه مع ضيوفي كابتن عبد الله جلال وكابتن احمد عبد الفتاح، هيشرفوني في سادسها لكن بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم، وخليني اقول لكم انه اخر اخبارنا يمكن اللي حابب ابدا بيها الكلام مع ضيوفي
اللي برحب بيهم طبعا وجودهم معانا في السادسه النهارده كابتن احمد عبد الفتاح. مساء الخير يا كابتن احمد، نور الدنيا. مساء الخير يا ابو حميد، مبسوط طبعا اني موجود معاك النهارده ان شاء الله. وكابتن عبد الله جلال طبعا نجم النادي الاهلي، نجوم الاثنين طبعا نجوم النادي الاهلي طبعا. مساء الخير كابتن عبد الله. حبيبي مساء النور، ودايما متالق كده كالعاده كده على شاشه قناه النادي الاهلي. نور الدنيا كابتن عبد الله. اخر لقاء لينا جمعنا سوا احنا الثلاثه مع بعض كان قبل لقاء القمه بالظبط اللي ما طلعش، وقعدنا نحلل ونتكلم كنت مجاني. لا والله ده واحده من المعرفات الكوميديه الحقيقه في الموسم ده، مليان الحقيقه يعني موسم كده لما تحب تجمع كل الاخطاء اللي مفترض انك تتجنبها في اي تنظيم بطوله يدرس الموسم ده. خليني ابدا معاكم بخبر انه بكره ان شاء الله الاتحاد الافريقي هيعلن عن قرعه بطوله او تصفيات بطوله امم افريقيا ان شاء الله اللي هتستضيفها المغرب السنه الجايه الساعه 3:30 في جنوب افريقيا. وانا هبدا كلامي معاكم بالمنتخبين. طبعا المنتخبين عند سواء كابتن حسام حسن مع منتخب مصر الاول عنده تصفيات كاس عالم دي مهمه جدا بالنسبه لنا، وعنده امم افريقيا 2025 في المغرب، وروجيريو ميكالي على اعتاب طبعا البطوله الاولمبيات. والاثنين الحقيقه وبالذات روجيرو ميكالي بانه ما عندوش فرصه الحقيقه يتصرف الراجل، فالاثنين في مأزق يعني. خليني ابدا بالاولمبي نمره واحد، شايف ازاي فرصه روجيرو ميكالي كابتن احمد في الاولمبياد، وقصه الاستدعاءات واللاعبين الكبار المفترض ان هو يضمهم للمنتخب الاولمبي؟ بص المنتخب الاولمبي طبعا بدايه في نقول اعلاميا مظلوم. مفيش الكاميرات مش عليه، ما حدش بيتكلم عليه خالص غير بس الفتره دي عشان مجموعه اللعيبه اللي هي المفروض الثلاث لعيبه اللي هم المفروض يروحوا فوق السن يعني. قبل كده يعني الاعلام ما بيتكلمش كتير على الفرقه. دي حاجه في مصلحه ميكالي ولا ضد؟ لا طبعا المفروض لازم نبرز كل الخطوات بتاعتهم، نبرز الماتشات بتاعتهم، نعرف الناس دي شغاله ازاي وبتعمل ايه. جهاز فني طبعا جايبينه على اعلى مستوى، مستر ميكالي معاه كابتن عادل مصطفى برضو من اولاد النادي الاهلي ومن الناس المميزين جدا. كابتن عادل مصطفى مدرب محترم جدا جدا جدا، و جهاز بقى انا يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله. حاجه بطوله مهمه جدا، اولمبيات حاجه مهمه جدا، كل العالم بتبدا تتفرج عليها، كل دوله. انا عارف انه الحلم الاكبر لاي لعيب كره قدم انه يلعب كاس عالم، كاس عالم وبعديها الاولمبيات. يا بص هي دلوقتي بدات لكن مش كل اللعيبه بتفكر فيها طبعا يعني. اللعيبه اللي في الصف الاول كانت الاول ما تتفرجش عليهم خالص او ما بيروحوش خالص، لكن الفترات اللي فاتت دي كل منتخب تلاقي فيه يعني مثلا ميسي لعب ثلاث اولمبيات قبل كده، في لعبة كتير لعبت اولمبيات، محمد صلاح لعب قبل كده، الشناوي لعب، الشناوي، فلعيبه كتير يعني. دلوقتي برضو يعني ليها ناس بدات تتفرج عليها، ناس السماسره والانديه الكبار بيتفرجوا عليها عشان برضو بتبقى مشهد كبير، لانك انت ممكن تختار لاعب او اثنين لكل الفرق. لكن في مشكله كبيره جدا طبعا، كل ان اول مره ان البطوله بتتلعب واحنا الدوري بتاعنا لسه شغال، هي دي مشكله. المشكله مش في توقيت البطوله، لا في توقيت المشكله في الدوري. هي دي المشكله اللي بتقابلنا يعني لو الدوري بتاعنا كان خلصان مش مشكله خالص، كان هيجيب اللعيبه اللي هو محتاجها عادي جدا. لكن مشكله كبيره بتقابل طبعا مستر ميكالي ومنتخب مصر. النادي الاهلي عنده مشكله، عايز يحافظ على لعيبته، بيلعب على بطوله الدوري، كل لعيب هو محتاجه مؤثر جدا، اذا كان محمد عبد المنعم، اذا كان امام عاشور، بس حتى اللي خلص بره كابتن احمد. واسمع راي كابتن عبد الله يعني، ما هو لعيبتنا المحترفه بره كلها مخلص يعني، صلاح مخلص، تريزيجيه مخلص، مصطفى محمد مخلص، دي الاسماء اللي طلبها روجيرو ميكالي يعني. حتى حمدي فتحي لما لقى انه الدنيا يعني قال لك طب اخد حمدي فتحي برضو الوكره، قال لك لا احنا الانديه ليها الحق ان هي ترفض الاولمبياد. انا فاهم طبعا من حقها، هي دي المشكله، هي دي المشكله. انا ما بتكلمش على الاطار الرسمي او القانوني يعني، لكن فكره حتى انه اللعيبه حتى السيزون لو كان خلصان وارد جدا، وانديه كانت تقول لك انا بحضر او بستعد. المشكله في النقطه دي بالذات يعني، احنا ما بنحسبهاش هنا احترافيه على قد ما الناس بره بتحسبها احترافيه يعني. الانديه اللي انت حضرتك اتكلمت على الاسماء كلها، النجوم اللي هي المفروض انها تمثل او اتطلبت بالاسم زي محمد صلاح، حمدي فتحي، ومصطفى محمد، غيره، كل دي لعيبه محترفه، الانديه بتحسبها احترافيه بحته، مصلحته مصلحته هو كنادي بيحسبها اللعيب ده في توقيت البطوله نفسه، توقيت اللي هو يا اما ببدا فتره اعداد، يا اما في الراحه بتاعت اللعيب بتاعي
فما اقدرش انا اجازف باللعيب بتاعي، لان اللعيب ده مقدر باسهم في البورصه باسم النادي، بيجيب لي كذا، مصرح ان انا مثلا هاخده في الموسم ده، هيلعب لي معدل ماتشات قد ايه، هيجيب لي نتائج قد ايه، كل دي محسوبه. لكن احنا عندنا زي ما احنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه اهو، بنقول دلوقتي الدوري بتاعنا لسه ما كملش. طيب نيجي بقى نتكلم في حته بقى الوطنيه، اصل النادي الفلاني مش وطني، النادي العلاني ده لا وطني، لا ده ممكن ناخد منه واحد، ما ناخدش منه اثنين. التداخل في والتضارب في المواعيد بتاعه المصالح اللي بتتحكم في الكوره في مصر عامه او في الالعاب الرياضيه، مفيش تنظيم، كله داخل في بعض. طب سؤال تاني معلش يا كابتن عبد الله، السؤال ليكم، اسمع وجهه نظركم انتوا اثنين في السؤال ده. هل 18 فريق في على 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 قوتهم 30 لاعب في الدوري المصري، بعيدا عن الانديه اللي ممكن تكون بتنافس، يعني سيبك من الاهلي وسيبك من بيراميدز، هل ما فيش اثنين؟ انا عرفت انه خلاص احمد زيزو هيروح، سيد زيزو رايح هيروح، فبالتالي انت بتتكلم في اثنين لعيبه. وبالمناسبه يمكن كان الطلب او ميكالي لما كان بيفكر في حارس مرمى، اللي فهمته يعني حسب معلوماتي انه الاهلي ما كانش عنده اعتراض، سواء كان محتاج الشناوي او محتاج شوبير، انه الاهلي ما عندوش مشكله في انه يكون واحد فيهم موجود لو ميكالي محتاج ده. لكن هو السؤال هنا، بقيت ال 16 نادي فين؟ انا بتكلم على اثنين لعيبه مفترض ان هم فوق السن يمثلوا اضافه للمنتخب الوطني. هو مش بيختار من الدوري، هو بيعتبر بيختار من احسن لعيبه في منتخب مصر. تمام، يعني بصرف النظر، يعني اذا ما كانوش الثلاث اربع اسماء اللي اتطرحوا دول متاحين يا كابتن احمد، القماشه دي كلها ما فيهاش اثنين لعيبه لفتوا نظر روجيرو ميكالي ممكن يبقوا اضافه، مش على المنتخب الاول، على المنتخب الاولمبي؟ هو ده السؤال. ما هو وجهه نظره ان هو عايز يختار لعيبه دوليه، مش ما برضه مش هختار لعيب ما مثلش مصر بكده في اي برضه اللاعب الدولي ده مهم جدا. فمش لعيب بيلعب في الدوري وخلاص تجربه وخلاص لسه هشوفه، لا لازم اجيب لاعب دولي. في لعيبه في المنتخب الاولمبي اساسيين ما بيلعبوش اساسيين في انديتهم اساسا. ما ده 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 هو ده المشكله في المنتخب الاولمبي. المشكله برضه ان انت بتتكلم انت السن، حتى السن اللي انت بتتكلم فيه 23 سنه دلوقتي، يعتبر اللعيبه دي كلها وصلت للسن ده اللي انت بتشيل فرقه، يعني المفروض هو في التوقيت ده بيكون بيمثل منتخب مصر الاول، مش المنتخب الاولمبي. دي حاجه. الحاجه الثانيه التحضير نفسه، احنا لسه كنا قايلين من البدايه في مدير فني وفي مشرف على المنتخب، الطبيعي ان بيبقى في تنسيق بينهم في النقطه دي، مش لازم اوصل زي ما بقول كده لخط النهايه واجي اقول فاضل يوم ولا يومين طب مين هيجي معايا؟ لا، انت عندك المفروض زي ما بيقولوا كده تخطيط، عندي نمره واحد فلان، نمره اثنين فلان، 10 اسماء مثلا، 10 اسماء واختار منهم. وعندك مثلا ده مش متاح الاماكن، هو بيختار اي اسم وخلاص، ولا بيشوف الاماكن اللي عنده مشكله فيها؟ لا انا شايف كده داخله في التنسيق برضه، انا قصدي داخله في التنسيق على حسب نجوميه اللاعب وليس المكان اللي عندي فيه مشكله. هو واضح من اختياراته كده انه محتاج خط نص وخط دفاع. يعني اختار، هو كان مركز على امام عاشور وعبد المنعم، فمعنى ان هو محتاج واحد في نص الملعب ومحتاج واحد بالظبط، هو عايز ياخد من كل، عايز ياخد من كل مركز كل خط، خط لاعب، يعني خط الضرب مع عبد المنعم، امام وزيزو مثلا في الحته اللي قدام. اكيد هو كان بيحط في دماغه في ثلاثه كده، لكن متاح النادي الاهلي دلوقتي عنده مشكله كبيره جدا، بيلعب على بطوله الدوري، اثنين لعيبه مهمين جدا في النادي الاهلي، كان عبد المنعم واذا كان امام. يعني انت جاي من غير ترشيحات، ده انا لسه اسالك، ما فيش حد اسم لفت نظرك ترشحه انت في الدوري انه يكون تحت عين روجيرو ميكالي او ممكن يخش في الدوري؟ اولا اللعيبه المحترفه، اللعيبه المحترفه كل نادي مش هيسيب اللعيبه بتاعته. تمام، لا انا بتكلم على الدوري المصري. افكر مثلا اللعيبه، مثلا لو فكرنا في خط الظهر، لازم افكر في واحد في خط الظهر، مين اللي بيلعب جنب ملعب في المنتخب؟ عبد المنعم وربيعة الفترة الأخيرة. وربيعة هيفكر ياخد ربيعة، تقول نفس المشكلة. هي دي، هو عايز ياخد واحد أنت عايز تاخد المنتخب أول، لازم ياخد لعيب في المنتخب طبعًا. نتكلم في نص الملعب، حمدي فتحي مش موجود، هل مش هياخد إمام؟ هياخد مروان بيلعب في ستة، ممكن مش محتاج مكان ستة، عايز اثنين، عايز لاعب يلعب ثمانية. مين اللي لعب ثمانية في منتخب مصر؟ إذا كان حمدي فتحي أو إذا كان إمام. هو الاثنين، حمدي فتحي يبقى صعب، وإمام برضه في النادي الأهلي، هو بيحسبها كده. اتكلم على زيزو، زيزو عشان عايز واحد قدام، زيزو عشان نادي الزمالك بعيد عن المنافسه، فقال متاح ممكن ياخده. فهو هي بتتحسب كده، اللعيب قيمته ايه ومكانه ايه عشان اقدر استفيد بيه. اجي المنتخب مصر الاول، فرصه التصفيات بتاعت امم افريقيا ومشوار كابتن حسام في البطوله دي ياثر على فرصه في كاس العالم يا كابتن عبد الله؟ لا ما اعتقدش، انا اعتقد ان برضو التصنيفات
التصفيات بتاعت افريقيا بتبقى اقل من كاس العالم بالرغم ان المجموعه بس, بس هو انت اساسا كنت جايب فيتوريا عشان كاس العالم. ايوه لما طلع من افريقيا قلت لهم السلام عليكم وعليكم السلام. اللي احنا كنا اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت ان لازم يبقى عندك تخطيط سواء للمدير الفني او للمنتخب بتاعك. خد بالك دي بطوله صعبه جدا انها تبقى في المغرب. اه انت عارف طبعا طبعا يعني المغرب العربي وجمهوره طبعا يعني جماهيريا كمان طبعا هتبقى طبعا. بطوله عنيفه جدا والسر بتكلم في نقطه ان انت وده مرتبط بكلام كنت بقوله لازم يعني الناس اللي بتخطط او بتفكر تخطط لمستقبل الكوره. اخر بطوله امم افريقيا استضافتها المغرب كانت سنه 88 وفازت بيها الكاميرون على ما اتذكر. البطوله دي او في التوقيت ده كان بطوله امم افريقيا بتتلعب بكام منتخب؟ 16 8 كانت 8 86 اللي اتلعبت في مصر عندنا قبلها كانت 8 مجموعتين في اسكندريه والقاهره 4 صح. النهارده بتتكلم على 24 فريق كاس العالم هو اللي بقى 48 وكاس العالم ما هو كان 32 النهارده بقى 48. فالاجندات اللي بقت بتزيد البطولات اللي بقت بتستحدث النهارده كاس عالم انديه بقى 32 فريق وبقى في بطوله اسمها انتر كونتيننتال وبقى في بطوله اسمها مش عارف. فالاجنده كل سنه بتزيد وعدد المباريات بتزيد اللاعب بيزيد حاجه في مهلكه لاي لاعب صراحه مهلكه لاي لاعب اللي هو دولي. اللاعب الدولي بيلعب حوالي 60 70 مباراه في الموسم وده صعب جدا اذا كان بيلعب في منتخب اذا كان بيلعب في الدوري اذا كان بيلعب في الكاس بيلعب في كاس عالم انديه في بطوله افريقيا عدد انت بتتكلم على لعيبه الاهلي بس انا بتكلم على هو ما فيش حد بيلعب ده في مصر لان النادي الاهلي بيكمل دايما النادي الاهلي لعيبته بيدفع دايما الضريبه بتاعت اللي زي ما بقول كده ايه عدد او زياده البطولات زياده الماتشات سواء على المستوى المحلي او حتى الاتحاد الافريقي قال لك دوري السوبر هيتلعب السنه الجايه واحنا شغالين على النسخ تتكلم يعني. على دوري السوبر تتكلم على دوري ابطال لا السنه الجايه كمان هيبقى عندك انتر كونتيننتال وعندك كاس عالم. طيب يعني انت الموضوع كبير يعني انت بتتكلم حسبتهم النهارده في بدايه الحلقه وانا بتكلم مع يعني الجماهير الاهلي بتتكلم على 30 مباراه ب 17 رحله سفر ومن الوارد جدا كنت بقول انها هتبقى سابقة الاولى من نوعها في التاريخ وده حقيقي وارد انه الاهلي يلعب مباريات رسميه في الخمس قارات الموسم اللي جاي. صح يعني انت كده كده هتلعب في اسيا كده كده هتلعب في افريقيا كده كده هتلعب في امريكا الشماليه. اتمنى دوري استثنائي الموسم اللي جاي عشان نفوق بقى الكره المصريه تفوق لازم موسم استثنائي لازم. ايه شكل الموسم الاستثنائي اللي ما اتفقناش عليه ده؟ اي 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 طريقه ما يكون عدد المباريات قليله ما تجيبش 20 فرقه وكل فرقه تلعب 19 فرقه تلعب 36 مباراه كتير جدا. حاول اعملها مجموعتين احاول اشوف اي طريقه زي مثلا المحترفين ال 10 هو ده الاولاني كذا اتقال النهارده الدور الاولاني كذا وكمل 10 فتره لازم قال عدد المباريات. النائب احمد دياب كان قال اللي هو عايز يطبق نظام الدوري البلجيكي يعني وكده فعايز يطبقه بس القصه كلها محتاج موافقات من ال 18 بالظبط لازم 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 حل لازم حل لازم موسم استثنائي عشان اللعيبه تهدى. احنا بنتفرج على الدوري دلوقتي اللعيبه كلها مش قادره سيبك بقى من لعيبه النادي الاهلي اللعيبه نفسهم بتوع الدوري ما حدش متعود يلعب كل 3 ايام مباراه. اللعيب ومواعيد المباراه قاتله بصراحه قاتله. اللي بيلعب الساعه 4 العصر ده ظلم كبير لاي لاعب 50% من اداء اللاعب ضايع. من كابتن احمد ما احنا بنروح افريقيا في عز الحر بنفيص ما بنقدرش انت بتروح ماتش صعب بتروح ماتش مش لا صعبه جدا الافارقه بقى بيصطادونا في الشمس بس هو متعود على كده لكن احنا برضو الكوره لازم نتعود برضو معمول عشان متعه. لا ما انت ممكن لما كانش عندك كشافات في الملعب ما انا بتكلم كنت بتلعب كل ماتشاتك كده ده الاهلي والزمالك كان بيتلعب في حاجه احنا نسينا نسينا بنلعب ثلاثه امتى امتى للدوري كان بيخلص اخره شهر 5 انت دلوقتي في شهر 7 لا صح الساعه 3 خلاص يا كابتن مفيش كده خالص احنا بنقول الساعه 3 ده شهر 4 وشهر 3 الجو جميل لكن دلوقتي لا قاتله بصراحه. انا وانا بتفرج بنهج بتفرج على فرق وفي فرق مظلومه كتير جدا جدا يعني مثلا ماتشات في فرق معينه كل ماتشاتها الساعه 4 كل ماتشاتها الساعه 4 بصراحه لا الموضوع بالنسبه لي وانا بتفرج الفرق دي صعبانه عليا جدا جدا يعني حتى كمان احنا لازم دي حاجه عايزه الناس تستمتع تتفرج على كوره حلوه. هو احنا بنستمتع بالكوره اكتر ولا بنتكلم في مشاكل وازمات اكتر؟ لا احنا دلوقتي بنتكلم في مشاكل كتير جدا جدا يعني الدوري السنه دي الموسم السنه دي يعني كل سنه عندنا مشاكل بس عشان طويل عشان ما احنا كل سنه الموسم طويل لا الموسم طويل بس القصه كلها ان السنه دي احنا مركزين على المشاكل اكتر يا كابتن اكتر من ان احنا يبقى في فعل في انتاج
يعني احنا مثلا كل مثلا ماتش نيجي نتكلم يقول لك اصل مشكله التحكيم، نخرج من مشكله التحكيم بتاع الماتش ده نخش على مشكله انسحاب، نطلع من مشكله انسحاب لجدول، نطلع من الجدول مؤجلات، نطلع من المؤجلات على المنتخب الاولمبي دلوقتي مش عارفين نلاقي له لعيبه، كل اسبوع حدث عشان مثلا انا بقول لك اهو كل اسبوع حدث، كل اسبوع ده انت كل يوم حدث. يستمر المسلسل ولا ما يستمرش؟ اعتقد انه السنه الجايه صعب جدا، يعني صح زي ما اتفقنا لازم موسم استثنائي، لازم بس للانديه كمان للمنتخب مصر اكيد، انت منتخب مصر عندك امم افريقيا وتصفيات كاس عالم وعندك كاس عالم لو وصلنا كده مش هنلاقي لعيبه تلعب في كاس العالم. صحيح بالزبط. عايز اكلمكم على الاهلي ومباراه الطلائع الاخيره، وعندنا مباراه بكره مع الداخليه، وايه الفوارق وايه الحاجات اللي كسبها مارسيل كولر والفريق من مباراه الطلائع الاخيره؟ اعتقد كان في مكاسب كتيره جدا، لكن خليني او اسمحوا لنا نروح لفاصل الاول ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عبد الله جلال وكابتن احمد. كل الارقام والاحصائيات مليار مليار، يعني ما فيش حاجه مليون، ما فيش، ما عندهمش، ما بيكسبوش مليون، يعني اي حاجه فيها مليار مش عارف الناس دي بتشتغل ازاي بصراحه، وينظموا بطوله يورو تجيب 2 مليار دولار للدول المنظمه. طب اقول لك حاجه، كاس العالم احنا في حته ثانيه خالص. كاس العالم قطر جابت فلوس، كسبت فلوس؟ لا اعتقد كاس العالم قطر خسرت، لان خد بالك لا صرفت مصاريف. انا خد بالك خد بالك من حاجه برده، انت لما بتيجي بتتكلم على دوله ما كانش عندها اوريدي بنيه تحتيه انها تستضيف بطوله بالحجم ده، فطبيعي جدا حجم الانفاق على الملاعب والفنادق والطرق والخدمات 222 مليار. لكن انت بتتكلم على بنيه تحتيه في اوروبا عملت 6 اضعاف عامله جنوب افريقيا. ايوه طبعا مع تغيير طبعا العمله والفلوس بتتغير. امبارح اقول لك مثلا، يعني على سبيل المثال كنا عاملين، يعني الزملاء طبعا احنا دايما في السادسه بنحب قوي الاحصاءات والارقام دي لانها بتكشف العالم رايح لفين. فكانوا عاملين احصائيه على تكلفه استضافه بطوله او دوره العاب اولمبيه باريس مثلا اللي جايه اللي هتبدا في شهر 7 دي، مش لعبة تكلم انه فرنسا صرفه 10 او 9.5 مليار يورو عشان تستضيف البطوله دي. تعالى بقى اتكلم على العوائد. لا عوائد البث التلفزيوني او حقوق البث التلفزيوني في العالم كله، بس البث التلفزيوني بس هتعوض له، سيبك بقى من السياحه وال 13 مليار يورو، ده عوائد البث التلفزيوني بس. فالناس عشان كده بس انا كل يوم بيخبطوني مليارات مليارات رايحه ومليارات جايه، ما ينزلوش بقى الارقام دي تاني بقى. هو ينزلش طيب. الارقام دي خليني اروح معاكم للدوري، ومعانا شويه ارقام واحصائيات كده مرتبطه بالبطوله هاخد تعليقكم عليها. بس الاول عايز اشوف، لانه حاسس انه من بعد العوده من بعد الاجنده الدوليه ماتشات الاهلي كان كلها ايقاع واحد رتم واحد، لكن حسينا باختلاف رغم انه كان تشكيل غريب ما حدش كان يتوقعه في ماتش الطلائع، لكن حسينا بانه في حاله فوقان، في دوافع، في لعيبه بترجع من بعيد. شفتوا ماتش الطلائع ازاي ومكاسب الاهلي من مباراه الطلائع يا كابتن احمد؟ اول حاجه اي فرقه بتجيب فيها جون بدري المباراه بشكلها بتختلف، لازم نكون متفقين على كده وراجع كده مع بعض في ال10 ماتشات اللي اتعملوا. اذا كان مثلا مباراه الاتحاد جبت جون في الاول المباراه وصلت 4، اي هدف بتجيبه في اول ربع ساعه الاولانيه المباراه بتفتح، اي جون بتاخر بعد نص ساعه الفرقه بتتجرأ، فرقه بتقفل، بتلاقي المباراه بتصعب، فبتلاقي الفرقه بتلعب عليك زون زي كل المباريات، فبتلاقي المباراه صعبه بتكسب بالعافيه. وده طبيعي. وده ظهر حتى في مباراه الداخليه اللي قبل اللي المفروض هنلعب الداخليه بكره، لكن مباراه الجيش عشان احرزت هدف في الاول، انت جبت هدف برضو بس استقبلت بعد بالظبط كده. انا بتكلم على ماتش الجيش، احنا جبنا جون في الاول، فرقه الجيش وصولها للنقطه 34 الفرقه مريحه شويه، ما عندهاش ضغوطات قوي زي الفرقه اللي مثلا البلديه والداخليه اللي انت ايه المفروض عايزين بونت او اتنين بتشعلقوا عشان عايزين. كابتن عبد الحميد بسيوني قدام الاهلي دايما اكيد عايز يعمل بيعافر. طبعا مباراه يعني ما دي مباراه النادي الاهلي بتبقى شكل مختلف. لكن انا عجبني اداء النادي الاهلي وبالذات الكرات الثابته، الهدف الاول والهدف الثالث في فكر جديد، في حاجه بتتعمل جديده، وده المفروض المدير الفني مع الجهاز الفني يشتغلوا عليه، لانك انت ساعات مباراه ما بتخلصش غير بالكور الثابته، فرقه بتعمل لك تكتلات، بتعمل لك دفاع مميت، ما بيخلصش غير بالكور الثابته او تصويب، وده اللي بيحصل واللي شفناه الحمد لله الفترات اللي فاتت في وجود عمرو السوليه اللي هو انا شايف من احسن الناس اللي بتفكر في التصويب، وجاب هدف المكسب مباراه الداخليه. فلازم نفكر في حاجات كتيره هجوميه.
وده اللي احنا بنبقى نشوفه الفترات اللي فاتت او الماتشات اللي فاتت. عندنا متغيرات كتيره جدا يعني بقينا دلوقتي بنجيب جوان من التصويب، بنجيب جوان من كرات عرضيه. عندنا الحمد لله ناس متنوعه، اللي كان فيرو بيجيب جون، الجناح بيجيب جون، لعيب نص الملعب بيجيب جون، المدافع بيجيب جون في الكرات الثابته، فدي حاجه كويسه جدا. هو ده الفريق المتكامل اللي بيلعب على الطوله. فجاه التشكيل في بدايه المباراه كابتن عبد الله، يعني وانت قاعد بتتفرج على الماتش كده فلقيت ال11 دول هو اللي هيبدا بيهم ماتش كولر؟ ما بتفاجئش. ما بتفاجئش؟ لا مع كولر ما بتفاجئش، لان انا بشوف كولر راجل. يعني مع كولر ما بتفاجئش، اتعودت على المفاجآت يعني، ولا بقى ده الطبيعي؟ الاثنين ممكن يعني تمشي الكلمه كده والمصطلح بالوشين زي ما بيقولوا كده. بس القصه كلها انا ما اتفاجئتش، لان كولر دايما عنده مثلا في توقيتات كده في حته الروتيشن والتدوير، لما بيلاقي لعيب طبق الحاجه اللي هو عايزها هو مش الناس كلها بتبقى متوقعها من اللاعب، فبيديله استمراريه في الملعب. امتى التوقيت ان انا اشيله من الملعب ده؟ وليه دايما في انطباع كده انه اللي عايزه الجمهور مختلف عن اللي عايزه المدير الفني؟ يعني ليه ما يعني ما هو لو المدير الفني، انا اسف في اللي اقوله يعني برضو مع احترام الجمهور يعني وارائه ورؤيته، لو المدير الفني رؤيته واقتناعاته بقت هي رؤيه الجماهير او قناعاتها والكلام ده كله، هيبقى انت كده مش مدير فني. ايه الفرق بيني وبينه الجمهور؟ لان انا في لا والله ليه. طب انا هقول لك حاجه، لا مش لحاجه، لا بس انا هقول لك حاجه. يعني جمهور الاهلي مثلا على سبيل المثال، بس عشان ما حدش ياخد الكلام ايه، لا يعني لا. كان متفق جدا مع جوزي يعني الكره. هقول لك ليه. لا ما انا ليا وجهه نظر. وجهه نظر في ايه؟ مانو جوزيه برضو، انا برضو من الناس اللي اتعاملت مع مانو جوزيه برضو. هو مانو جوزيه برضو كان في ناس بتيجي تنادي يقول لك ليه فلان ما بيلعبش، ليه فلان ما بيلعبش، ليه فلان ما بيلعبش، ما بيلعبش، ويجي عندي توقيت معين هو شايف ان اللعيب ده جاب اقصى مدى ليه في التمرين، فبيبدا يديله جوه المنظومه بتاعت اللعب، بالرغم ان اللي في مكانه لعيب اساسي ومكسر الدنيا بس هو جايبه عشان هو خلاص اداله مكافئته زي ما بقول كده على تعبه واجتهاده في التمرين. التمرين مين اللي شايفه؟ هو المدير الفني. مظبوط. بس لكن الجماهير مش شايفه، مش شايفه التمرين، مش شايفه اللعيبه بتمرن ازاي. فعشان كده دايما حته الاختلاف دايما مع الجماهير في حته هو ليه فلان ما بيلعبش وليه فلان بيلعب. ولو لعيب ادى بشكل يعني بالنسبه للجماهير يعني لو ادى بشكل مش كويس عند المدير الفني، هو حاطط نقط معينة للمركز اللي هو فيه ده، بيقول أنا مطلوب منك 1 2 3 4 5، لو عملت لي 3 أنا بالنسبة لي كمدير فني أنت كده نجحت، لكن لو عملت مثلا 2 أنت كده فشلت، بس أنا بديك فرصتك للآخر. زي ما درست أنتوا اشتغلتوا في أجهزة فنية كباتن صح؟ كابتن أحمد لما بيبقى عندي لعيب شايف أو الناس كلها متفقة على أنه الخامة دي كويسة جدا وانا عايز زي ما كابتن عبد الله بيقول كده، انا عايز منه اوظفه في الحته دي واطلب منه 1 2 3 4، انا كدوري كمدرب او اللي بيفرق مدرب عن مدرب ايه، ان الواحد 2 3 4 دول انا اللي اشتغل معاه عليهم عشان انا في الاخر الفريق بتاعي يستفيد من امكانيات اللاعب ده، ولا انا بديهم له واشتغل يا حبيبي على نفسك يعني اشتغل انت؟ بص انا برضو انا ماسك النادي الاهلي وماسك لعيبه معظمهم لعيبه منتخب مصر، لعيبه دوليه، فعندهم من الاحترافيه او الواجبات، عارف كل واحد واجبات مركزه ايه، وهو مش بيطلب يعني مش بيطلب حاجه غير طلبها منه مدربين قبل كده معروف. اصل الكوره برضو 1 2 3 4 5، يعني هم خمس حاجات في كل مركز مثلا، لو عملتهم خلاص يعني اللي بيطلبه منك المدير الفني ده اي مدير فني هيطلبه منك. فهو بالنسبه لك انا مش هقول لك المعلومات، انت المفروض تكون عارف مطلوب منك ايه، لكن مثلا هو ممكن يزود مثلا في حاجات معينه واحنا شفناها في لعيبه معينه، زي مثلا اكرم توفيق. اكرم توفيق كان بيدافع بس وما بيعديش غير عن الدايره وبيلعب في نص الملعب، دلوقتي اكرم توفيق بيوصل وبيعدي للمكان 8 ده، بيقدر يوصل وبيجيب اجوان. حصل وده يشتغل على كتير جدا. عمرو السولاي بدا برده يشتغل في الحته دي. امام برده اي كوكا. حد بيشتغل 8 كوكا شفات كولر بصراحه اي حد بيلعب 8، فكان فكر 8 الاول ان انا جنب الديفندر ما دافعش اوصل عند مثلا 18، لكن صعب انك انت تطور حمدي فتحي. حمدي فتحي اول واحد اتطور في المكان ده وراح وكان بيجيب اجوان كتيره جدا مع النادي الاهلي وكان مع منتخب مصر برده مؤثر جدا. فهو انا اللي انا شايفه اثر في لعيبه او اشتغل على النقطه دي او نجح فيها مستر الكره في النقطه دي، اللعيبه اللي بالشكل ده. انا عارف انه الاهلي دايما غير يعني تركيبته المطلوب منه، الضغوط اللي عليه اعلاميا وجماهيريا كبيره جدا،
بس خلينا نقيس يعني، انا بتكلم في المطلق عموما يعني، وده حاجه ليها علاقه برده بحاجه من ارقام النسخه دي من الدوري، بس اسمع رايكم الاول في القصه. هو اللعيب اللي بيبقى متالق قوي مع مدرسه تدريبيه، يعني مدير فني شغال معاه وانا معاه مرحله من اجمل فترات حياتي، يجي المدير الفني ده يمشي فالاقي مدرسه تدريبيه او طريقه تانية او اسلوب تاني مختلف يحطني انا في حته تانية. مشكله في اوضه لبس زي النادي الاهلي فيها كل الاسماء نجوم. هو دايما اللي بيميز لاعب النادي الاهلي، دايما اللي بيميز لاعب النادي الاهلي هو العقليه بتاعته اللي يستحمل الضغوط. اللعيب اللي يقدر يستحمل الضغوط بتاعت اوضه اللبس ويستحمل الضغوط بتاعت جماهير، يستحمل الضغوط بتاعت طلبات مدير فني ممكن هو مش قادر يستوعبها، ممكن مش قادر يطلع القدرات الفنيه بتاعته 100% فيها بناء على الطريقه اللي بيلعب بيها المدير الفني. ايوه ليه؟ لان كل مدير فني ليه طريقه، طريقه في التعامل، طريقه في ان انا اوصل لك المعلومه، طريقه في ان انا اقنعك. احنا بنتكلم على فريق بيغير جهاز فني كل هي دي النقطة، هي دي النقطة المهمة جدا. اللعيب بيتغير مع التعامل النفسي مع المدرب، مش طريقة الشغل في التدريب، لا التعامل النفسي. جزء كبير عامل نفسي بيفرق. أنا مثلا نفسيتي مرتاحة مع المدرب ده فتلاقيني كل حاجة بتطلع مني 100%. تعامل نفسي مع مدرب تاني حتى لو أحسن مدرب في العالم بس بيتعامل معايا نفسي بشكل معين مش هيطلع مني ده المصري عموما ولا اي انا وجهه نظر اي لاعب في العالم، اي لاعب في العالم طبعا، عشان كده بيعملوا الدكاتره، بيجيبوا دكاتره نفسيه للعيبه وبيتكلموا معاهم عشان يطلعوا منهم احسن حاجه. اللاعب ده بشر محتاج يشتغل في ظروف معينه عشان تطلع منه احسن حاجه، فلازم تتعامل معاه نفسيا بشكل معين وكل واحد ليه طريقه معينه. الكلام اللي قاله كابتن احمد وكابتن عبد الله ده مهم جدا لانه مرتبط بالاحصائيه وبالارقام اللي هستعرضها مع حضراتكم، واللي تبين لكم قد ايه جزء كبير الحقيقه من لعيبه الكره في مصر مظلوم. ليه بقول الكلام ده؟ لانه عندنا احصائيه بالانديه اللي بتغير المديرين الفنيين في نفس الموسم. صح. احنا بنتكلم الحقيقه في ارقام قياسيه، يعني بدءا من 2019 موسم 19 و20 38 مدير فني اتغيروا في 16 نادي من اصل 18. احنا بنتكلم تقريبا في نسبه تقترب من 60%. 2021 26 مدير فني في 12 نادي وهكذا، 21 22 34 مدير فني اشتغلوا في انديه الدوري الممتاز في 17 نادي من اصل 18. عشان كده عملوا القانون اللي هو اللي يمسك فرقه في الدوري، ما هو بعد كده خلاص بقى بعد كده بقى بنظبطها برضه بتتظبط. ما انا بقول لك بقت بتتظبط. موسم 22 23 40 مدير فني، وده اكتر عدد مديرين فنيين اشتغلوا في بطوله واحده او في نسخه واحده في الدوري الممتاز. 40 مدير فني اشتغلوا على 18 نادي او 16 نادي في الموسم الاخير، والموسم الحالي بنتكلم لغايه النهارده 23 مدير فني تولوا المسؤوليه ل 10 انديه. تاثير ده ايه الحقيقه على ال... انا فاكر في حلقه من الحلقات هنا برضو معاك في قناه الاهلي اتكلمت وقلت لك ان مفيش حد بعيد عن اداره النادي الاهلي وما فيش رئيس نادي عنده تخطيط او حتى مجلس اداره عنده تخطيط على المدى البعيد ان هو يستحمل مدير فني بنتائجه مع اول هزه ومع اول الم زي ما بيقولوا كده يبدا يقول لك ايه يلا ندور على مدير فني تاني وهو المدير الفني لسه شغال. فالنتائج هنا في مصر بتحكمنا بسرعه. ايوه يعني انا مثلا بس افهم ده كابتن عبد الله وكابتن احمد لما يبقى النادي جماهيري ففي ضغط جماهير من الجماهير فمحتاج حد يحاسب على الفاتوره او الشماعه اللي انا شايله بيها الليله فاقيل الجهاز الفني واجيب جهاز فني. هو المشكله ان انت بتتكلم على هنا في مصر معظم الانديه النهارده ما عندهاش ضغط لا جماهيري ولا اعلامي. كله زي بعض دلوقتي، كله بيتعلم بعض في المنظومه. المدير الفني لان اللعيبه مش هتغيروا وسط الموسم، مفيش لعيبه هتغير وسط الموسم، فهتعمل ايه؟ اللعيبه عندك خلاص انت دبست في اللعيبه اللي عندك دي، عندك مشكله فحاول اجيب مدرب يطلع من اللعيبه اللي اي المدرب اللي قبل كده مش ما طلعش، ممكن يكون التعامل النفسي. لكن في الاول والاخر هي مشكله لعيبه. يعني انا من وجهه نظري المدير الفني احسن مدير فني في العالم مع مجموعه من اللعيبه قليله مش هيعمل بيهم حاجه، واقل مدير فني. انا هقول لك حاجه، طبعا انا اسف على التشبيه لانه يعني عشان الناس ما تاخدش بس كلامي. تمام. يعني تشابي الونسو السنه دي مثلا العالم كله اجمع لانه تجربته مع باير ليفركوزن او تياجو موتا مع اتلانتا في ايطاليا، الناس دي جت بمجموعه لعيبه
اساسا حال الفريق يرثى له، يعني زي ما بيقولوا ما مش متطلع للمنافسه على اي شيء. جه تشابي الونسو وهو مدرب يعتبر في بدايه مشواره وفي بدايه حياته التدريبيه، قدر معاهم اشتغل على دوافع معينه، اشتغل على حاجات معينه نجح بيها. التوفيق برضو في عامل مهم جدا، مش عايزين ننسى. ممكن الموسم ده يكسر الدنيا، تخش ممكن السنه كده ممكن هل بقى هتكمل هل تكمل، هو ده اللي بيبان. وخد كاس اسبانيا كمان كاس المانيا. فهو المهم يكمل. فهو لو كمل يبقى ده مشروع مدير فني كبير جدا. لانه عمل مجموعه من اللعيبه اللي هي مش شايف ان هم جامدين جدا، لا عمل بيهم شكل كويس، اشتغل على الدوافع عندهم، اشتغل حاجات كتيره نفسيا مهمه جدا ان هو يوصل. ده معناه انه اللعيبه ممكن تفكر في يوم من الايام انها تكون جزء في قرار رحيل مدير فني من عدمه. ده طبعا بيحصل كتير جدا. ده بيحصل ده في مصر، ده هنا في مصر. لا والله بس اقول لك جدا طبعا اجتماعات وكومبينات وحاجات كده ويلا بينا. بجد والله طبعا. وتحرك ويحرك اللعيبه مثلا ما بتلعبش، تحرك اللعيبه. ولو لعيب مثلا كبير جوه الفرقه ممكن يحرك لك 10 لعيبه معاه، يبقى ليه علاقه. دي بقى اللي بيبقى ايه اساسها رئيس نادي. رئيس نادي بيبقى ليه علاقه مثلا باللعيبه، يقعد يكلمها اخبار. في على فكره وانا اشتغلت في انديه كتير كده بالشكل ده، يكلم لعيبه ايه الاخبار، المدير الفني اخباره معاكو، بيعمل ايه معاكو. فتلاقي مثلا الرد اي حد اي فرقه في بيحبوها 100% الناس اللي بتلعب، والناس بتحبه 50% المدير الفني، الناس اللي نص نص، واللي ما بيلعبوش خالص بيكرهوه. فاي اي فرقه في العالم كده. فبقى يشتغل ايه رايك مش عارف كذا. في نجوم مثلا عايزين يتعاملوا معامله معينه، فيحسوا ان المدير الفني ده ما بيديهمش المعامله دي. لا في مواضيع كتيره جدا بتحصل بالشكل ده. صحيح. اروح للاهلي مره تانية ومباراه الداخليه. الاول شايفين ازاي ضغط المباراه وايه المطلوب من كولر؟ يعني هو بالحقيقه يمكن انجح مدرب انا شفته مع النادي الاهلي، بيعمل قصه الروتيشن احسن طبعا. مدرب طبعا. مش بس فكره الروتيشن، لانه في اوقات كتير جدا بتعمل روتيشن مضطر، لكن مستوى الفريق بيتهز، نتائجه ممكن تتاثر. تجهيز اللاعبين. ايوه تجهيز اللاعبين في عدد الماتشات دي مع لعيبه. يعني مش بس تجهيز اللاعبين كابتن احمد، انا بشوف انه بدنية. طاهر مثلا جاي من بعيد قوي. ما انا بقول لك كويس جدا. خالد عبد الفتاح ما هو ده تجهيز اللعيب. اللعيب يكون جاهز، تحس ان هو كان عندنا مشكله الاول ايام مستر موسيماني، اللعيبه اللي ما بتلعبش يجي المباراه يلعبوا، تحس ان هم لو كنا بنقول ليه لا اصله بعيد عن الماتشات. دلوقتي احنا ما عندناش الكلمه دي. اللعيب اللي بيبقى بعيد ده مع كهربا كان قاعد بقاله سنه لعب مباراتين سموحه، ونزل مباراه الزمالك كسر الدنيا. فلا هو بيشتغل على اللعيبه كويس جدا. ده مش هو بس بصراحه، نتكلم على برضو المعد البدني اللي معاه، لان ده شغل برضو معد بدني معاه، فلازم نديله حقه برضو، لان برضو الجهاز الفني مش مدير فني بس. صحيح. لا دي منظومه كبيره جدا. ماتش بيراميدز او ماتشين بيراميدز تحديدا، او اتكلمنا عن منافسه كابتن عبد الله، شايف الماتشين دول هم الاقرب في حسابات حسم اللقب، ولا المشوار او المنافسه تستمر لل لا انا اعتقد هم دول الدوري. هم دول الدوري. انت معلش مع احترام الفرق اللي انت هتلعبها كلها، يعني انا رايي الشخصي ان انت حتى لما بتلعب الفرق بعيد عن الاداء انت بتدور على 3 بونت. ايوه. فانا في الطبيعي ان انا بنازل في كل ماتش بدور على 3 بونت، مش هدور على ايه، على اداء. دي حاجه. الحاجه الثانيه لغايه ما اوصل عند نقطه الفصل الا وهي الماتشين، لان ده المنافس دلوقتي المباشر معايا واقرب حد ليا في عدد النقاط. لو انا يعني زي ما بيقولوا كده خلصت عليه في الماتشين خلاص انا خدت الدوري. بس ايه المختلف في بيراميدز السنه دي عن السنين اللي فاتوا؟ انا قلت وجهه نظري. انا هم طبعا معاهم مدير فني مجتهد جدا ومركز جدا، لكن انا بقول ان الظروف البطوله السنه دي خلته بيلعب الماتشات بعيد عن الاهلي والزمالك، بعيد عن الضغوطات، ان فرقه بتنافسك ولازقه فيك. ده موضوع بيقلق اللعيبه. لما كنا مثلا شغال وتحت مثلا النادي الاهلي بثلاثة بونت، والنادي الاهلي جاي الماتش الموضوع ده نفسيا بيقلق. لكن لما كنا انا بلعب في بطوله وحاسس النادي الاهلي ماتشاته مؤجله لسه، وانا بلعب في ماتشاته ومركز في ماتشاتي، دي خليته يشتغل بعيد عن الضغوطات شويه. معانا برضو ارقام تانية. والحقيقه يمكن احنا في اوقات كتير جدا بالذات في ماتشات الاهلي، ودي كنت حاجه انا بتكلم فيها كتير مع ضيوفي هنا في السادسه، فكره تنوع الاداء. دايما كنت بحس ان كوره الاهلي او طريقه لعب النادي الاهلي انه عايز يحط المنافس في تحت ضغط 90 دقيقه، عايز يخش بالكره الجون. فاغلب اهدافنا كانت بتبقى دايما من جوه البوكس ان لم تكن من جوه السكس يارد. وفي ماتشات كتير جدا كان بيبقى فيها تكتلات دفاعيه، كنت بقول هو ليه، ورغم ان احنا عندنا لعيبه كتير شويطه، ليه مثلا سلاح التسديد عن بعد؟ طول عمر الاهلي الحقيقه واحد من اهم مميزات لعيبته انه عنده قواعد صواريخ. يعني الحقيقه برضه الزملاء جهزوا لنا الموسم ده احصائيه فيما يتعلق بالتسديد من خارج المنطقه.
وبيتقال دايما عن انه الاهلي كثير الوصول للمرمى لكنه يعني نسبه الفعاليه والترجمه مش كبيره. ده اعلى معدل ترجمه للتصويب على المرمى الاهداف في نسخه الدوري الحالي. في المرتبه الاولى نركز في الارقام بقى، عايز اسمع رايكم. الاهلي 430 تصويبه على المرمى. نمره واحد، نسبه الاهداف اللي اتسجلت تقريبا بتتكلم في حوالي 11% او 12%، 48 هدف. نسبه الفعاليه 11.2%. تاني فريق بعد الاهلي المصري 382 تصويبه، 37 هدف، نسبه فعاليه 9.7. ثم البنك الاهلي 462 تصويبه، 44 هدف، الفعاليه 9.5. الزمالك 407، 35 هدف، 8.6. زد 430 تصويبه زي الاهلي بس مسجل 36 هدف، فنسبه الفعاليه 8.4. هنا الترتيب على اساس الفعاليه الهجوميه، يعني مش بعدد التصويبات على قد بعدد الاهداف اللي سجلت نتيجه التصويبات دي. رايكم ايه في الارقام دي؟ واعتقد انها ظهرت بشكل كبير جدا في مباراه الطلائع الاخيره. يعني انا حسيت انه في تعليمات واضحه من الجهاز لاستغلال اللعيبه اللي رجلها كويسه في التصويب. احنا الناس المميزين في التصويب عندنا عمرو السوليه وامام عاشور، اكتر ناس المفروض مميزين في الحته دي. ايوه. واكرم سعاد، بس اكرم بحس ان هو تركيزه قليل شويه في التصويب، بس هو عنده ان هو اصل التصويب مش انك انت بتعرف تصوب بس. لا، جراءه. انت جريء انك انت عايز تشوط على الجون. أي. بتفكر كتير انك تشوط على الجون. لكن اكتر ناس نسبتهم مميزه في التصويب امام وعمر السوليه. مين لعيبه شايف ان عندها الامكانيه انها تتطور غير الناس دي؟ يعني هل ديانج بتشوفه من اللعيبه دي؟ لا، هل مروان عطيه ممكن؟ لا مروان برضه ممكن. كوكا برضه بس مش رجلي مش تقيله. ايوه بس يعني ممكن يطور. ممكن اللي بيعملها بس بيخليها فيها عرفانه شويه حسين الشحات. بالظبط كده. احنا نسينا قفشه برضه، الناس اللي بتفكر في التصوير بس ايه فيها شويه حاجات. المنظر جميل اكتر منها، بليسنج شويه. لكن الناس اللي بتفكر في الشوط زي زمان مثلا عمر كمال، على عمر برضه من اللعيبه المميزه جدا. برضو جاب هدف جميل جدا. صحيح. جاب هدف الاتحاد من احسن اهداف الدوري. صحيح. تصويبه رائعه. صحيح. وهدف وسام الاخراني برضه بشوفه من احسن. ده جون كابتن خطيب دي. اولا كابتن خطيب في كتوكو قريب منه جدا، اللي اتعملت عملها له كابتن علاء ميهوب وعملها من فوق الحارس، من الاهداف اللي ما تتنسيش. متابعين اليورو يا كابتن؟ شويه. كابتن عبد الله شويه. طب خليني اشوف معاكم مواجهات دور الثمانيه، اكيد هتتابعوها لان عندنا يعني مواجهات من العرض الثقيل. وشوف توقعاتكم كده يوم الجمعه. عندنا بفكركم مره ثانيه يوم الجمعه الساعه 7 المواجهه الاولى. ده النهائي ده اللي انا كنت بقول عليه من الاول. اسبانيا في مواجهه المانيا والبرتغال في مواجهه فرنسا. توقعاتكم كابتن عبد الله؟ اسبانيا. توقع ولا نفسي؟ انا اتوقع اسبانيا ونفسي اسبانيا. فرقة بتلعب كوره مختلفه. افضل فريق قدم بتلعب كوره مختلفه في البطوله. صحيح. فرنسا ولا البرتغال؟ برتغال. مش فرنسا. كابتن عبد الله البرتغال برضه. تتمنى البرتغال. الناحيه الثانيه يوم السبت هيكون عندنا مواجهه بين هولندا في مواجهه تركيا. هتعمل مفاجاه. فرقتين حلوين الصراحه وبيقدموا كوره مميزه، بس هقول تركيا برضه. تركيا. وانجلترا في مواجهه سويسرا. الاقي مفاجاه من سويسرا. افضل سكواد في البطوله مع اسوء مدير فني في البطوله. انجلترا. سبحان الله. كل بيقول كده. بس انا اتوقع انجلترا. عشان بقول لك اهو اللعيبه اللي بتعمل الفارق. هو اللي بقول لك عليه. اللعيبه بتعمل الفارق. ما تقول قلت ايه احسن سكواد مع اقل ممكن ياخد البطوله. توقعاتكم للنهائي مين؟ اسبانيا وانجلترا. اسبانيا وانجلترا. اسبانيا وممكن حد يعمل مفاجاه الناحيه الثانيه. اتوقع هولندا. ولا هولندا. نورتوا الدنيا. بشكركم على وجودكم معانا كابتن عبد الله جلال وكابتن احمد عبد الفتاح نجوم النادي الاهلي، كانوا ضيوفنا النهارده في السادسه. شكرا لكم كباتن. شكرا جدا. بالتوفيق طبعا للاهلي بكره في مباراه الداخليه، ونتقابل في حلقه جديده مع بدايه اسبوع جديد ان شاء الله في السادسه. تحياتي ليكم.